عودة حميدا طلابنا، عودة حميدا معلمينا ومعلماتنا. بداية بإذن الله تكون خير على الجميع. وقبل لا نبدأ تغطيتنا لليوم، أذكركم التصوير من فرع جدة حي النزهة، نهاية شارع 60 بجوار الأحوال المدنية، الجواد سنتر. أيام قليلة وراح يبدأ العد التنازلي، وراح يبدأ الروتين الجميل لأحلى طلاب وأحلى معلمين ومعلمات. عاد ورونا حمار اسكم، ورونا تجهيزاتكم للعودة للمدارس. وشركة عالم الوسام وفرت لكم قسم جدا كبير بجميع احتياجاتكم، والأهم من هذا الجودة والبراندات المميزة والسعر الرهيب. نبدأ اليوم تغطيتنا بالمنتجات اللي بتكون فايدتها جدا كبيرة لتنظيم الأقلام، لتنظيم المراسيم، المساحات، البرايات، واستخدامها جدا متعددة خصوصا للمعلمين والمعلمات على مكاتبهم، وحتى للطلاب. شايفين معي كيف ما بين المعدن؟ راح تجيكم قطعتين بسعر 5 ريال و75 هللة، وما بين البلاستيك عندنا بهذا الشكل والكمية محدودة، وعندنا اللي هو شكل السلة راح يجيكم بهذا الشكل. شايفين معي كيف 4 قطع بألوان مختلفة وبسعر 5 ريال و75 هللة للمجموعة. نوفر لكم جميع احتياجاتكم، بنوفر لكم اللي تحتاجوه واللي ما راح يخطر على بالكم. شوفوا معايا حتى الفلين وفرنا لكم هو وبجميع الالوان. شايفين معايا الالوان الفاتحة والالوان الغامقة، وبسعر 5 ريال و75 هللة للقطعة بهذا الشكل راح تجيكم. اللي راح يحتاجوا ورق الملاحظات اللاصق، شركة عالم الوسام دلعتكم بجميع الأشكال وجميع الأحجام والألوان الرهيبة، ما بين الشكل الاعتيادي بالألوان جميعها. شايفين تعدد الألوان وتعدد الأحجام راح تجيكم ما بين اللون الواحد وما بين المجموعة بعدة ألوان مختلفة، وبسعر 5 ريال و75 هللة. من جمال التفاصيل وشايفين تعدد الأشكال اللي وفرناها لعيون أحلى طلاب وأحلى معلمين، طبعا راح تجيكم بهذه الأشكال جميعها لاصقة. الشكل اللي هو المربع المستطيل المعتاد، وعندنا هنا شكل ورق الشجر بهذا الشكل، 3 ألوان مختلفة. ومو بس كده، توفرت عندنا الأشكال الرهيبة هذه مجموعات متعددة وبتناسب الجميع. شايفين معايا جمال المجموعات وجمال التفاصيل، والأحلى من هذا إنها جميعها لاصقة رهيبة رهيبة رهيبة، ورح تأخذوا كل مجموعة وبسعر 5 ريال و75 هلا. شركة تولي دلعناكم هذه المرة بمنتجات خطيرة. شوفوا معايا الورق اللاصق، وفرنا لكم هو بألوان مختلفة مع الستاند بهذا الشكل، وبسعر 5 ريال و75 هللة للقطعة. لكم أفضل البراندات، بنوفر لكم أفضل الأسعار في هذا القسم من شركة روكو. وفرنا لكم كوليكشن جدا كبير لكراسات الرسم بأشكال مختلفة ومتنوعة، طبعا الأحجام أيضا مختلفة. متوفرة عندنا كمان الكراسات بأشكالها وجميع أحجامها ما بين القطعة ما بين القطعتين، وبسعر 5 ريال و75 هللة للقطعة أو للمجموعة. البراندات نحرص على توفيرها بالسعر اللي بيناسب الجميع. شوفوا معايا من شركة روكو وشركة تولي، وفرنا لكم خيارات جدا متعددة للبرايات بأشكال مميزة، أشكال غير اعتيادية، وبسعر 5 ريال و75 هللة للقطعة أو للمجموعة بهذا الشكل. الأشكال اللي وصلتنا لليوم في قسم حافظات الأقلام، ويا جمال تفاصيلها، خيارات جدا متعددة بتناسب الأطفال، بتناسب الشابات والشباب، وحتى المعلمين والمعلمات. شايفين معايا تنوع الأشكال بيناسب الجميع، وبسعر 5 ريال و75 هللة لكل قطعة. لكم دلع من الآخر، دلعناكم إلى ما لا نهاية في قسم التفاتير، كوليكشن جدا خطير وفي يناسب الجميع، والتفاصيل ولا غلطة ما بين السادة وما بين الرسمات اللي بتناسب الجميع، والأسعار جدا مميزة، جميع الأحجام متوفرة وبسعر ولا أروع.
مثل العيوب المتوفرة عندنا واللي غير تحديدية الدفاتر 3D راح تجيكم بهذا الشكل. شايفين معايا تفاصيل قد ايه رهيبة، وأطفالك راح يتحمسوا على المذاكرة والكتابة فيها. طبعا متوفرة بأشكال مختلفة بتناسب البنوتات والأولاد، والأحلى من هذا كمان شايفين من الداخل كيف راح تجيكم، بتفتح النفس رهيبة رهيبة بمعنى الكلمة. وراح تاخذوا القطعة وبسعر 5 ريال و75. من بعض القطع المميزة اللي واصلتنا في قسم المكتبية الأقلام الرهيبة بهذه الأشكال الغير اعتيادية من شركة توبي. شايفين جمال الأشكال وشايفين قد إيش رح يحبوها الشابات والشباب وحتى الأطفال. رح تاخذوا المجموعة قلمين بهذا الشكل وبسعر 5 ريال و75 هللة. من القطع اللي لابد توفرها على كل مكتب لترتيب الأقلام بشكل منظم ستاند الأقلام، ووفرنا لكم هو هذه المرة بالشكل المعدن. راح تأخذ القطعتين وبسعر 5 ريال و75 هللة. وحتى المعلمين والمعلمات ما نسيناهم من توفير المنتجات اللي بيحتاجوها بالفترة الجاية. وفرنا لهم أقلام السبورة مبلجهم بهذا الشكل، وما بين اللي تجيهم مجموعة بتجمع الأقلام. وحتى المعلمين والمعلمات ما نسيناهم من توفير المنتجات اللي بيحتاجوها بالفترة الجاية. وفرنا لهم أقلام السبورة مبلجهم بهذا الشكل، وما بين اللي تجيهم مجموعة بتجمع الأقلام والمساحة، وما بين المساحة قطعتين بهذا الشكل وبسعر 5 ريال و75 هللة لكل مجموعة. من الكوليكشن الجديد اللي واصلنا في قسم المقلميات، كوليكشن رهيب بشخصيات بيحبوها الأطفال سواء للبنوتات أو حتى للأولاد. الشخصيات متعددة ومختلفة وبتناسب الجميع، ورح تاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. اشغلي أوقات أطفالك بالمفيد والمسلي مع الكتب التعليمية اللي وفرنا لكم. طبعا راح تجيكم بهذا الشكل، شايفين قد إيش رهيبة سواء للحروف الإنجليزية أو حتى العربية، والأرقام أيضا متوفرة. وراح تاخذوا كل مغلف قطعتين بهذا الشكل وبسعر 5 ريال و75 هللة. حابة تغيري شكل الدولاب، شكل الشبابيك، شكل الأبواب والطاولات، تعالي وخذي التجليد الرهيب هذا بالأشكال المميزة هذه. شايفين جمال التفاصيل وشايفين جمال الأشكال. رح تاخذوا كل رول سواء السادة أو الأشكال الرهيبة هذه بسعر 5 ريال و75 هللة. ولا تنسوا تشاركوني إبداعاتكم في تغيير الديكور، ولا تنسوا تمرونا في قسم الشراريب وتشوفوا المجموعات التوفيرية اللي وفرناها لكم سواء للبنوتات أو للشابات والشباب. جميع الألوان اللي بتحبوها رح تحصلوها متوفرة عندنا وبسعر جدا رهيب. رح تجيكم المجموعة بهذا الشكل 3 قطع وبسعر 5 ريال و75 هذا. شايفين قد إيش ما شاء الله تبارك الله القسم كبير بيناسب الجميع. عادي الفترة الجاية راح تحتاجوها بشكل جدا كبير للمدارس والجامعات والدوامات. سواء كنتوا بتفضلوا الأشكال السادة أو كنتوا بتفضلوا الرسمات، راح تحصلوها في هذا القسم المتنوع واللي بيناسب جميع الأذواق. شايفين قد إيش قسم الشراريب كبير، وراح تاخذوا كل 3 قطع و5 ريال و75 هللة. بصراحة يا بلاش.